السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر أحمد. ازيكم شباب؟ جاي النهاردة أكلمكم على درس من دروس العلوم للصف السادس الابتدائي. هيتكلم على المصباح الكهربي، هيتكلم على مصادر الضوء الطبيعية والصناعية، وطريقة التوصيل في المنازل اللي هي نوعين طبعا هنعرفهم من خلال الشرح الجاي الآتي إن شاء رب العالمين. وبتمنى أن أنتم تبقوا معي وتفعلوا زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا تاني مع بعض شباب صف السادس. هنتكلم على المصباح الكهربي. من أخطر الاختراعات اللي توصل إليها الإنسان المصباح الكهربي. هذا المصباح الكهربي هو أداة استطاع الإنسان إن هو يوجدها في هذه الدنيا ليستعملها مدى الحياة، وما زالت لحد النهاردة من أهم الاختراعات. النهاردة هنتعرف مع بعض واحدة واحدة على كل جزئية من جزئيات الدرس بتاعنا. أول حاجة هنتعرف عليها يا أولاد المحتوى بتاع الدرس بتاعي. أنا هتكلم عن إيه النهاردة؟ أنا هكلمك النهاردة عن 5 حاجات. أول حاجة مصادر الضوء، تاني حاجة هكلمك عنها المصباح المتوهج اللي هي المصباح اللي اخترعه العالم توماس ألفا أديسون، تالت حاجة هكلمك عنها مصباح الفلوروسنت وهو مصباح مطور أكثر تطورا من المصباح المتوهج، وهكلمك أيضا عن الدائرة الكهربية، كهرباء والدائرة بتاعتها وإزاي بتتكون ومكوناتها إيه ومحتوياتها إيه، وهكلمك على التوصيل على التوازي والتوالي. لو أنا بوصل مجموعة من المصابيح أو مجموعة من الأجهزة، يا ترى بوصلها على التوالي أفضل ولا على التوازي أفضل؟ وده عيوب ده إيه وده عيوب ده إيه، وده مميزاته إيه وده مميزاته إيه؟ ده اللي هنعرفه من خلال الدرس اللي جاي. أول حاجة حابب أبدأ بيها مصادر الضوء. مصادر الضوء نوعين، مصادر طبيعية ومصادر صناعية. هناخدها واحدة واحدة كده ونتعرف عليها. مصادر الضوء الطبيعية والصناعية. أول مصدر عندك يا سيدي وهو أهم مصدر الشمس، وهي المصدر الأساسي للضوء على سطح الأرض، والمصدر الرئيسي للضوء على سطح الأرض، وأساس كل الطاقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. تاني مصدر من مصادر الضوء الطبيعية النجوم، برضو وهي مصدر طبيعي، هي بعيدة جدا فلا نكاد نشعر بضوء، احنا مش بنحسش بضوءها قوي لكنها موجودة. النجوم موجودة ومصدر طبيعي للضوء. وللعلم النجوم هي أصلا شموس لكنها بعيدة جدا فبتبان صغيرة جدا. هل الشمس أكبر النجوم؟ لا، الشمس نجم متوسط، في منها أصغر وفي منها أكبر، وهعرض عليكم في وسط الكلام كده فيديو صغير يعمل لك مقارنة للنجوم وللكواكب والكلام من ده عشان تقدر تعرف ان الشمس بتاعتنا نجم مش كبير جدا، لا نجم صغير، ربنا خلق نجوم اكبر منه بكتير جدا. بعد كده عندي مصدر تاني اللي هو مصباح الكيروسين او الشمعة مثلا، وده من المصابيح الصناعية الانسان لجأ اليها لشدة احتياجه للضوء ليلا. انا محتاج الضوء بالليل، محتاج الضوء بالليل، محتاج اعمل اعمال معينة بالليل، فمحتاج مصدر، فقدرت اتوصل للمصباح الكيروسين والشمعة وانواع كتيرة من الاضاءة البدائية. بعد كده قدرت ان انا اتوصل للمصباح الكهربي وهو مصدر من مصادر الضوء الصناعية واللي توصلها العالم توماس ألفا أديسون، واللي حيطول حديثنا عنه النهاردة ان شاء رب العالمين، فابقوا معي. الجزء اللي انا عايز اكلمك عنه بقى المصباح المتوهج. مين اللي توصل الى هذا المصباح يا اولاد؟ المصباح المتوهج توصل له العالم اللي انت شايفه قدامك توماس ألفا أديسون. قصة صغيرة عن هذا العالم عشان تقدر تعرف ان مش اي حد يحكم عليك فهو صح. هذا العالم وهو طفل صغير حكمت عليه المدرسة بان هو غبي ولا يستحق التعليم، ورفضته من المدرسة وكتبت له جواب صغير وقالت له وصل الجواب ده لوالدتك. لما الوالدة فتحت الجواب طبعا هي بتعرف تقرأ، فقرت الكلام ما قدرتش تقوله لابنها، ما قدرتش تحبط منه. الكلام مكتوب بالتحديد المدرسة تأسف لأن ابنك غبي جدا، وإذا حضر غدا سنقوم بطرده من المدرسة. هي ببساطة شديدة قرت الجواب والدموع تتساقط من عينيها وقالت له المدرسة بتقول إن ابنك
ذكي جدا جدا وقدراتنا احنا كمدرسة ما نقدرش نعلمه، فياريت تعلميه في البيت. وفعلا اجتهدت الام مع هذا العالم توماس ألفا أديسون حتى اصبح عالم كبير جدا من العلماء زي ما حضراتكم شايفين. القصة دي تدي لك بيان ودليل ان مش اي حد يحكم عليك هو كلامه صح، لا، انت تقدر تغير نفسك بنفسك. والكلام ده لكل ام تقدري تغيري من ابنك بان انت تحفزيه وان انت تساعديه وان انت تفهميه ان هو انسان كويس شاطر قادر على التغيير، قادر ان هو يبقى احسن من كده. بلاش تحبطوا الاطفال، لان اسوأ اساليب التربية ان انا احبط الطفل اقول له انت ما بتفهمش، انت مش هتتعلم، انت هتفضل طول عمرك خايب. كل هذه الكلمات تدمر داخل الطفل الإرادة. لا، قل له دايما انت شاطر، انت متفوق، انت ممتاز. هذه الكلمات البسيطة هتغير منه وهتساعده ان هو يطور نفسه. نرجع الى الدرس بتاعنا. المصباح المتوهج ومكوناته. المصباح المتوهج زي ما انت شايفه كده، ده رسم كاريكاتيري لهذا المصباح. عبارة عن ايه بقى عشان نتعلم منه مكونات المصباح؟ نمرة واحد، فتيلة من التنجستين. والتنجستين ده هو المعدن اللي لما بيوصله تيار كهربي بيسخن، ولما بيسخن بيتوهج، ولما بيتوهج بيعطيني ضوء وهو سبب الإضاءة اللي احنا بنشوفها. تاني جزء، سلكان توصيل من النحاس. طبعا لازم سلكين لان هم دول اللي هيوصلوا له التيار الكهربي. والتيار الكهربي يا اولاد عبارة عن شحنات إلكترونية بتخش من احد الاطراف وتخرج من الطرف التاني. وطول ما التيار الكهربي مستمر داخل المصباح، طول ما المصباح منور، اول ما حضرتك تفصل المفتاح بتقطع التيار الكهربي، فبتقطع سيل الإلكترونات اللي بيمشي في السلك، فبيتوقف المصباح عن الإضاءة وتتوقف فتيلة المصباح عن التوهج، فالضوء يختفي. بعد كده عندي قاعدة معدنية، ودي القاعدة اللي بتمسك مكونات المصباح كله، ودي مهمة جدا جدا جدا. بعد كده عندي انتفاخ زجاجي. انتفاخ الزجاجي ده هو بيمنع دخول الهواء ويمنع خروج الغاز الخام اللي موجود جواه، وفي نفس الوقت يمر منه الأشعة الضوئية. الغاز الخامل هو الذي يمنع احتراق فتيلة المصباح. على فكرة العالم توماس ألفا أديسون جرب المصباح ده كان أكتر من 100 مرة، في كل مرة كانت بتفشل، لأنه هو كان بيسيب الهواء أو كان بيسيب فتيلة المصباح متعرضة للهواء الجوي عادي جدا، فكان الأكسجين بيحرق فتيلة المصباح. فبعد 100 تجربة قدر يتوصل أنه هو يغلق على المصباح أو فتيلة المصباح من جميع الاتجاهات بانتفاخ زجاجي يمنع دخول الهواء تماما. بعد كده نقطة التوصيل، ودول النقطتين اللي بيخش منهم التيار الكهربي وبيخرج من الجهة التانية. هنتكلم مع بعض دلوقتي يا شباب عن المصباح النيون، اللمبة النيون. في البداية جلاس تيوب يعني أنبوبة زجاجية، وبعدين قاعدتين زي ما انت شايف قدام عينك كده. قاعدة دي قاعدة من الألمونيا مغلقة زي القاعدة بتاعت المصباح العادي عشان تمنع دخول الأكسجين إلى اللمبة، فعشان ما تحترقش اللمبة. طيب دي كده قدامي المصباح النيون اللي أنا بقول عليه اللمبة الفلوروسنت. إزاي هتشتغل؟ في البداية المفتاح عندي أهون، هبدأ أفتح المصباح بالمفتاح عادي جدا. معايا كمان، دي كمعلومة زيادة بقى خارج المنهج يعني، معايا كمان مكثف بيحول التيار إلى تيار منتظم عشان يخش ما يحرقش اللمبة. ومعايا حاجة اسمها ستارتر أو ستايتر زي ما انتوا بتقولوا عليه، ده مسؤول عن حاجة عجيبة جدا هتعرفها في الآخر، وهي فصل الفتيلة التنجستين اللي موجودة في المصباح. ده طريقة التوصيل. أنا ما يهمنيش طريقة التوصيل بتاعت المصباح، ولكنها بسيطة جدا للمعلومة يعني. دي طريقة التوصيل بتاعت مصباح اللمبة النيون. عشان كده لو انت هتركز معايا في الفيديو هتلاقي عندي هنا قاعدتين، قاعدة يمين وقاعدة شمال. عندي نقطتين توصيل يمين، نقطتين توصيل شمال، يبقى عندي 4 نقاط توصيل. كل نقطة منهم بتوصل بجزء تاني من الدايرة عشان تعمل دايرة كاملة عشان يديني الإضاءة بتاعتي. نكمل الفيديو مع بعض.
هنبص نلاقي ان انا عندي هنا بقى فتيلتين من التنجستين، مش فتيلة واحدة، فتيلتين من التنجستين، واحدة على الطرف اليمين واحدة على الطرف الشمال. عندي كمان موجود في المصباح او اللمبة النيون بخار زئبق، قليل من الزئبق بيتبخر علشان يمنع انتشار التيار الكهربي جوه اللمبة، لان ممكن التيار الكهربي ينتشر جوه اللمبة بشكل غريب ويعمل لك الشكل اللي هتشوفه دلوقتي. شايف انتشار التيار الكهربي جوه اللمبة دي؟ لمبة معمولة مخصوص خالية من بخار الزئبق، فعلشان كده التيار الكهربي والشحنات الكهربية منتشرة بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، عاملة لي شكل غريب جدا. دي شكل اللمبة لو ما فيش فيها بخار زئبق، فمش هتديني اضاءة طبعا، هتديني حاجة تخيل عيني، انما ده بخار زئبق. مع بخار الزئبق بقى، نرجع لللمبة بتاعتنا، مع بخار الزئبق في غاز الارجون، غاز الارجون الخامل. هذا الغاز الأرجون الخامل هو اللي بيديني الشحنات الإلكترونية بتتحرك من خلاله علشان تدي الإضاءة اللي انت حضرتك شايف. أصلا أسطوانة زجاجية شفاف، إنما أنا بحط عليها بقى إيه؟ فلوروسنت. إيه الفلوروسنت ده؟ فلوروسنت ده مادة مشعة، لما بتوصلها الشحنات الكهربية بتديني الإضاءة البيضاء اللي انتم شايفينها. في البداية هتوصل، أنا هفتح اللمبة، هفتح المفتاح، هتخش الالكترونات زي ما انا قلت لك، هتخش الالكترونات هتعمل ايه؟ هتعمل تسخين للتنجستين زي ما انت شايف كده. التنجستين يحرك بخار الزئبق، ينتشر بخار الزئبق في الغرفة، وغاز الارجون كمان تحصل فيه شحنة الكترونية. هذه الشحنة الالكترونية توصل لحد الغلاف بتاع المصباح، فمادة الفلوروسنت او المادة الفسفورية اللي بتغطي الغلاف بتاع المصباح هي اللي هتديلك الإضاءة. وده شكل وتركيب المصباح النيون أو اللمبة النيون. أعتقد إن الشكل بتاعها واضح جدا وتركيبها سهل. في البداية في النهاية أنا قلت لك أدي اللمبة النيون نورت هي مع انتشار التيار الكهربي. على فكرة بقى، كمعلومة زيادة، الجزئين بتوع التنجستين او فتيلتين التنجستين بعد ما اللمبة بتنور بيطفهم خالص خالص، وبتفضل الشحنات الالكترونية منتشرة داخل اللمبة، وهي اللي بتعمل الاضاءة بتاعة المصباح النيون. اتمنى ان احنا كده نكون فهمنا المصباح النيون بشكل واضح وشكل قوي. دائرة الكهربية، دي رابع جزء هتكلم عنه. الدائرة الكهربية زي ما احنا شايفين محتاجة مصدر للطاقة، بطارية جافة اللي هي البطارية العادية، وأسلاك توصيل عشان أعمل دائرة مغلقة، وقاطع تيار كهربي اللي هو المفتاح، ومصباح كهربي. الدائرة لابد أن تكون مغلقة. آدي البطارية بتطلع لي إلكترونات، شحنات يا أولاد. الشحنات الالكترونات لما بتمشي جوه السلك بتوصل للمصباح الكهربي، بتعدي على فتيلة التنجستين، بتسبب لي الاضاءة. طول ما الدائرة مغلقة، طول ما المصباح مضيء. طول ما الدائرة مغلقة، طول ما المصباح مضيء. والدائرة زي ما انت شايف قدامك كده هي دائرة مغلقة، مفيش فيها اي مشاكل. اول ما الدائرة تتفتح تتوقف مرور التيار الكهربي، فيتوقف المصباح عن الاضاءة. ده بيوريك مسار الشحنات الكهربية، بتخرج بتدخل من مكان وتخرج من مكان تاني، وهكذا. اسمها دائرة لأن هذه الإلكترونات بتظل مستمرة في الدوران في الدوران في الدوران طول ما الدائرة مغلقة، وطول ما الأسلاك كلها متوصلة مع بعضها زي ما انت حضرتك شايف كده. حين تتوقف هذه الشحنات عن الحركة، يتوقف الأجهزة بتاعت البيت كلها عن العمل. حضرتك شلت فيشة التلاجة، التلاجة بتقف، شلت فيشة المروحة، المروحة بتقف، زي ما احنا شايفين القاطع الكهربي أو الفيشة أو المفتاح زي ما انت بتسميه في البيت. ده هو السر عندي في مرور التيار الكهربي وفصل التيار الكهربي. فلو هو كده في الحالة دي مغلق، مغلق يعني الدائرة كلها متوصلة، يعني حضرتك شغال، الإضاءة شغالة، إضاءة المصباح زي ما انت شايف شغالة متوهجة.
في حالة الإغلاق بقى أو في حالة إن أنا هفتح المفتاح ده زي ما أنت شفت كده، بيتوقف مرور التيار الكهربي في البطارية، يتوقف مرور التيار الكهربي في الدائرة، فيتوقف المصباح عن الإضاءة أو تتوقف الأجهزة تماما عن العمل. ودي الدائرة الكهربية، وده تعرف مسار مغلق لابد أن يكون مغلق. إذا كان مسار مفتوح ما أصبحتش دائرة، أصبحت مكونات عادية. مسار مغلق فتمر في التيار الكهربي زي ما شفت قبل كده. آخر حاجة بكلمك عنها وهي توصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. زي ما في الصورة واضح قدامك كده، أنا محتاج بطاريتين كمصدر للتيار الكهربي. بطارية الأولى هجيب قاعدتين مصباح وهجيب لمبتين مصباحين عشان يبينوا لي الإضاءة بتاعة التوصيل على التوازي. هبدأ في التوصيل على التوازي. التوصيل على التوازي هجيب أسلاك التوصيل، أوصل طرف منهم بالبطارية زي ما حضرتك شايف، وأوصله مع الطرف الأيمن أو الأيسر للمب، وبعدين هجيب السلك التاني، هوصل الطرف التاني للبطارية اللي يكون الطرف الموجب مع الطرف الأيمن لللمب. انت حضرتك شايف ان المصباح بينور، انا هوصل على التوازي يعني هعمل دايرة تانية، فانا اخدت وصلة من اللمبة اللي انا نورتها وبوديها لللمبة التانية، فده معناه ان انا عندي دايرتين. بص حضرتك لإضاءة اللمبة الاولانية هتلاقي ان إضاءة اللمبة التانية نفس إضاءة اللمبة الأولانية، واللمبة الأولانية لم يتغير إضاءتها. طيب تعال نبص بقى للتوصيل على التوالي، يعني اللمبتين هيبقوا مع بعض ورا بعض في دايرة واحدة. جبت برضو بطارية، جبت قاعدة مصباح قاعدتين، وجبت مصباحين، وصلت المصباح الأول طرف الموجب زي ما احنا شايفين بطرف المصباح الايسر، ووصلت الطرف التاني للبطارية بطرف الايمن للمصباح التاني، لان في حالة التوصيل على التوالي لازم اللمبتين يبقوا في دايرة واحدة. كده انا هوصل اللمبتين مع بعض كده، لو انت لاحظت هتلاقي دايرة واحدة. بص وركز على اضاءة المصباح كويس جدا، هتلاقي ان اضاءة المصباح ضعيفة، اضاءة المصباح ضعيفة. يبقى التوصيل على التوالي من عيوبه ان الاضاءة بتبقى ضعيفة، التوصيل على التوازي لا تتأثر الاضاءات. هو هنا بيقولك ان اللمبة في التوصيل على التوازي بعمل دايرتين، دايرة منفصلة للاولانية ودايرة منفصلة لللمبة التانية، اما في التوالي فهما اللمبتين في دايرة واحدة، دايرة واحدة. هفصل احد اللمبات على التوازي، اللمبة التانية ما بتتأثرش وما بتتقفلش، يعني في حالة احتراق او اغلق احد الاضواء لدي مش هتتقفل. انما في حالة التوالي عند غلق احد الاضاءات او فساد احد اللمبات، اللمبة التانية بتتقفل على طول. بص كده شدة الاضاءة بتاعتي زي ما هي، زودت مصباح جديد او زودت لمبة جديدة، فتحت لمبتين الشقة ما تأثرتش. انما انا في حالة التوصيل على التوالي هتبص شايف لما وصلت المصباح لوحده قوة الاضاءة عاملة ازاي، قوية. طب لما هوصل لمبة تانية على التوالي قوة الاضاءة هتقل وهتضعف جدا. بكده التوصيل على التوازي هو التوصيل المستخدم في المنازل، اما التوصيل على التوالي من عيوبه اللي انا قلت لك عليها، شدة الاضاءة بتقل، عند احتراق احد المصابيح تنطفئ كل المصابيح اللي موجودة في الدائرة.